هل انتشر الإسلام بالسيف؟ هل انتشر الإسلام بالدم؟ إذا كانت الإجابة لا، إذا ما قصة الغزوات وما قصة الفتوحات الإسلامية التي قام المسلمون بها؟ أم انتشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة كما يقول المسلمون؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه. أنت بالبحث جيدا في هذا الأمر ورجعت إلى كل المراجع ورجعت إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ستكتشف أن هناك ثلاث أدلة تدل على أن الإسلام لم ينتشر قط بالسيف. الدليل الأول، لو تصفحت القرآن الكريم صفحة صفحة، كلمة كلمة، جملة جملة، لن تجد كلمة السيف ما بين مفردات القرآن الكريم أبدا. تحدى أي إنسان يأتيني بكلمة السيف مذكورة ما بين كلمات القرآن أو ما بين مفردات القرآن، بل الأكثر من هذا، إنك لن تجد أداة واحدة من أدوات الحرب مذكورة في القرآن الكريم إلا أداة الرمح فقط ما بين آيات القرآن، وتم ذكرها للتحذير من القتل في الحرم. نعم، جاءت لتحذير المسلمين وغير المسلمين أن يقوموا بقتل الحيوانات أو بقتل الصيد في الحرم. الدليل الثاني، أنك لو بحثت عن كلمة الحرب في الإسلام لن تجدها مكررة غير 6 مرات بجميع مفرداتها بجميع مشتقاتها، أما كلمة السلام فذكرت في القرآن الكريم 146 مرة. القرآن الكريم لا يحتوي على كلمة سيف، القرآن الكريم ذكر السلام 146 مرة مقابل 6 مرات فقط للحرب بجميع مشتقاتها. القرآن الكريم لا يحتوي على أي أداة من أدوات الحرب إلا الرمح فقط، وجاء للتحذير من قتل الصيد. القرآن الكريم جاء ليؤكد أن هذا الدين هو دين السلام وليس دين الحرب ولا دين السيف. الدليل الثالث، أن الإسلام لم ينتشر بالسيف. الآية الكريمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لو تأكدت أو لو تبينت من سبب نزول الآية ستعلم أن هذا الدين هو دين السلام. سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس كانوا سيجبرون أبنائهم للدخول في الإسلام، ولكن الإسلام جاء فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا أريد أحد أن يدخل إلى هذا الدين مكرها أو مجبرا، أريد الناس أن تدخل بقلوب ترضى الإسلام عن اختيار، أريد قلوبا ولا أريد قوالب. أكيد على هذا أن من يدخل الدين الإسلامي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مجبرا فلم يدخل إلى هذا الدين، وإنه لا يحسب عليه. الدين الإسلامي جاء ليكفل حرية الاعتقاد، قال لا إكراه في الدين، اختر الدين الذي لا تشاء قد تبين الرشد من الغي. الدين الإسلامي جاء ليكفل حرية الاعتقاد وحرية الاختيار للدين الذي تريده. إذا كان الدين الإسلامي يكفل حرية الاختيار وحرية الاعتقاد، إذا ما هي قصة الغزوات وما هي قصة الفتوحات الإسلامية؟ لماذا كان يقوم المسلمون الأوائل بالفتوحات الإسلامية؟ لماذا قام المسلمون الأوائل بالفتوحات الإسلامية؟ لابد أن ترجع إلى التاريخ وتقرأه جيدا لتعرف سبب كل غزوة وسبب كل فتح إسلامي. رجعنا إلى التاريخ الإسلامي وتاريخ الفتوحات الإسلامية، وجدنا أن الفتوحات الإسلامية وجدت لسببين. الفتوحات الإسلامية تمت لسببين. الأول، الفتوحات الإسلامية كانت الدفاع عن النفس، حيث أن المسلمين وهم آمنون في أراضيهم كانوا يتعرضون لهجوم من الأعداء مثل الفرس والروم، وكان يتوجب عليهم الدفاع عن أنفسهم. بما أن تلك الحروب كانت ما بين جيش المسلمين وجيش الأعداء، ففي بعض الأوقات كانت هذه الحروب تقام في بعض المناطق المحايدة. هذه المناطق تخالط المسلمين، تعاشر المسلمين، تتعرف على الإسلام فتدخل في الإسلام. يقول أهل هذه المناطق الإسلام كان المسلمون ينصبون عليهم حاكما من بين أهل المنطقة أو حاكما إسلاميا لكي يعلمهم الإسلام، وهذا كان يعد عند المسلمين فتحا إسلاميا. إذن السبب الأول للفتوحات الإسلامية كما ذكرنا نتج عن دخول بعض الناس أو دخول بعض المناطق إلى الإسلام أثناء دفاع المسلمين عن أنفسهم ضد جيوش الفرس والروم. السبب الثاني للفتوحات الإسلامية هو الاستغاثة، أن الدول العربية كانت تحت حكم الروم والفرس، وكان الروم والفرس يجبرون العرب على اعتناق الدين الوثني، كان الفرس والروم يستعبدون العرب في أراضيهم. كان أهل هذه الدول يستغيثون بالمسلمين ويرسلون لهم أن ائتوا إلينا وحررونا من هؤلاء الفرس والروم. رأيناه في فتح مصر، فعندما فتح عمرو بن العاص مصر كانت هناك دعوة موجهة إليه أن ائت إلينا وحررنا من حكم الروم. فلا توجد حادثة واحدة تثبت أن أحد المسلمين أكبر أحد أثناء الفتوحات الإسلامية على أن يدخل الدين الإسلامي. القصة كانت على هذا النحو، المسلمون يذهبون إلى هذه البلاد يحررونها من الاستعباد، يحررونها من الفرس والروم، يعرضون على أهلها الإسلام، فمن دخل الإسلام باختياره وبإرادته دون إجباره فلا بأس، أما من لم يدخل الإسلام كان بين أمرين، إما أن ينضم لجيش المسلمين للحفاظ على بلده هو نفسه من هجوم الفرس والروم مرة أخرى، أو أن يدفع الجزية بدلا من أن ينضم لجيش المسلمين. بلد ستستعبد مرة أخرى إذا نجح الفرس ودخلوها مرة أخرى، من سيدافع عن هذه البلد؟ سيدافع عن هذه البلد جيش المسلمين. إذن جيش المسلمين يحتاج إلى مؤونة، إما أن تنضم إليه يا من لم تدخل الإسلام، أو تدفع لهم مبلغ من المال نظير حمايته لك ونظير دفاعه عن بلدك.
من الجزية مبلغ من المال يأخذه جيش المسلمين نظير حمايتك. إذا أردت أن تنضم إلى جيش المسلمين وأنت غير مسلم فلا بأس، فلا تدفع الجزية. أما إذا أحببت ألا تنضم وأن تبتعد عن جيش المسلمين وتريد الجيش يحميك فادفع مبلغ من المال نظير هذه الحماية. جيش المسلمين يحمي بلدك من غزو محتل كالفرس والروم، جيش المسلمين يضمن لك حرية الاعتقاد والفكر، جيش المسلمين يقول لك لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن الجيش الإسلامي أو دين الإسلام لا يجبر أحد، الدين الإسلام ليس دين السيف ولا دين الحرب. الجزية هي أكبر دليل أن المسلمين لم يجبروا أحد على الدخول في الإسلام، ولو كانوا يجبرون أحدا على الدخول في الإسلام ما فرضوا الجزية لأجبروا الناس على الدخول في الإسلام، ولكن الجزية جاءت لتحمي حرية الاعتقاد، جاءت لتحمي حريتك لتختار الدين الذي تريده أنت. الفيديو يريد التأكيد أن الإسلام ليس دين السيف، الإسلام الذي نزل في قبيلة كلمتها السيف، نزل في شعب لغته السيف، لم يذكر في قرآنه كلمة سيف ولو مرة واحدة. هذا أكبر دليل أن الدين الإسلامي لم ينتشر بالسيف، الدين الإسلامي جاء ليضمن الحريات للناس، الدين الإسلامي جاء ليكفل الحرية للجميع. وأتحداك أن تذكر حادثة واحدة تدل على أن مسلم أكبر أحد على الدخول في الإسلام. نهاية أطمئن غير المسلمين وأقول لهم لو أن أحد من الناس أجبركم على الدخول في الإسلام، أجبركم أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن أجبركم حسابه عسير عند الله والإسلام بريء منه. أما أنتم فلستم مسلمين إذا أجبرت أو دخلت الإسلام بدون اختيار وبدون الرضا منكم. فاطمئنوا، الإسلام دين الاختيار، دين القلوب وليس دين القوالب. نهاية لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.